نروح بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي بكره ان شاء الله امام تحدي كبير وتحدي مهم امام فريق نادي الاتحاد السكندري. طبعا سجل مباريات النادي الاهلي مع الاتحاد بيحمل سجل حافل من الانتصارات. الفريقين اتقابلوا 123 مره في الدوري المصري. النادي الاهلي فاز في 83 مباراه وتعادل الفريقين في 24 مباراه. نادي الاتحاد فاز في 16 مباراه. دايما الاهلي يظل رقم واحد. تفوق النادي الاهلي على نادي الاتحاد هو تفوق كبير جدا جدا في تاريخ المواجهات، ولكن مواجهه بكره مواجهه مختلفه. بالمناسبه انا بس عايز احكي لحضراتكم قصه صغيره جدا حصلت الفتره اللي فاتت. نادي الاتحاد كسب اول ثلاث ماتشات وبعدين تم ايقاف الدوري شهر، رجع النادي الاتحاد اتغلب الماتشين اللي فاتوا. يعني ايه؟ يعني دايما اي فريق عنده مشاكل، خلي بال حضراتكم لانه مباراه صعبه جدا 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 للنادي الاهلي. اي فريق عايز يعمل ايه؟ لو عنده مشاكل وعنده قصص جوه فريقه وعنده اتغلب الماتشين اللي فاتوا او اتغلب الفتره اللي فاتت، عايز يلم الدنيا حواليه تاني، يعمل ايه؟ عايز يكسب النادي الاهلي. حق النادي الاتحاد السكندري بمجموعه العمل اللي عندهم بالحاج محمد مصلحي وبمجموعه الشغل اللي بيشتغلوا بيها، ناس رائعه جدا وكل شيء، ولكن الحقيقه يعني نادي الاهلي عندنا مباراه لازم اللعيبه كلها تبقى مركزه في هذه المباراه لانها بالفعل مباراه صعبه جدا.